اهلا بيكم من تاني على قناة مانجا 64. النهاردة انا حابب اكلمكم عن حرفيا فضيحة على الستور بتاع نينتندو، الاي شوب بتاع نينتندو. شوية وهنخش في الموضوع، بس الاول تعالوا على عجالة نتفق على حاجة، ان خدمات الاونلاين بتاعت نينتندو حقيقي سيئة جدا، على الرغم من نجاح جهاز النينتندو سويتش، الا وان نينتندو تقريبا ما بتعملش اي مجهود يذكر في تطوير الخدمات الاونلاين بتاعتها. يعني لو بنتكلم عن المالتي بلاير، انك تلعب مع الناس اونلاين، لا يمكن السنة دي بس ابتدوا يحاولوا يظبطوا الموضوع. فدي اول حاجة. تاني حاجة، الالعاب الشهرية او الالعاب المجانية اللي بتضاف على الخدمات، يعني في البداية كانت رائعة، كلاسيكيات النينتندو والسوبر نينتندو تقريبا حطوا كل حاجة يقدروا يحطوها من ناحية عملية ومن ناحية قانونية، لان في العاب طبعا عظيمة ما يقدروش يحطوها دلوقتي. فالخدمات حاليا خلاص يعني بيحطوا ايديهم في قعر البرميل عشان يحاول يطلع لك اي حاجة. بصوا على الفيديوهات حتى بتاعت نينتندو لما بتعلن عن اضافة العاب على خدمة الاونلاين، هتلاقي دايما الديسلايكس اكتر من اللايكس، لان خلاص يعني محتاجين يضيفوا حاجات زيادة. وبعدين الاي شوب ذات نفسه زبالة بصراحة، يعني مش هقولك حتى كأنك داخل بيت جحا، ده انت كأنك داخل الأوضة الضلمة. حد عارف لعبة الأوضة الضلمة؟ كانت عاملة زي ما تكون استغماية كده بنلعبها واحنا صغيرين، تخش الأوضة تعتمها خالص وحد يخش يدور على ناس واللي يستخبى بقى فوق الدولاب واللي تحت السرير والجو ده، هو دوت الإي شوب. يعني باستثناء شوية قوايم حاطينها وحتى ديت فيها مشكلة هنتكلم عنها دلوقتي، تقريبا انت صعب جدا تلاقي اي حاجة انت بتدور عليها. يعني ان ما كنتش عارف اسم اللعبة اللي انت عايزه خلاص، يعني في ناس بتخش متبقاش عارفة هي عايزة تشتري ايه. انا اكتر حاجة بحبها مثلا في خدمة الجيم باس، هو بيشوف انت بتلعب ايه ويبتدي يقترح عليك، هم حاطين فوق الميت لعبة، فاكيد مش يعني على الرغم انه مش كتير، 100 لعبه ده مش كتير مقارنه باللي موجود في الستورز بالذات بتاع النينتندو سويتش، بس على الرغم من كده يقول لك والله انت علشان لعبت اللعبه دي فممكن تعجبك اللعبه ديت وديت. حاجة ظريفة جدا. الستور بتاع سوني منظم جدا صراحة، آخر شياكة تخش بقى على النينتندو اي شوب بتحس بكده. ومش دي بس المشكلة الوحيدة في الستور بتاع نينتندو، بالإضافة لكل الكلام دوت، الستور بتاع نينتندو مليان ما يسمى بألعاب شوفل وير. ايه الشوفل وير دوت يا عم مانجا؟ ديت من الاخر كده الالعاب اللي معموله بميزانيه ضعيفه جدا وجودتها زي الزفت، وبيتم اضافتها يعني كنوع من انواع جذب الفلوس يكاد يكون نصب، يعني يكاد يكون الليفل الاعلى من الالعاب المتفيرسه اللي بتطلع لك على الموبايل وانت بتخش على مواقع مش المفروض تخش عليها. ف ديت حاجه بيعملوها المطورين تعبانين قوي استغلالا لنجاح النينتندو سويتش، يحط لك اي زباله عنده اي حاجه ويبيعها لك بدولار باتنين دولار، هو كده ولا كده مش بيتكلف فيها حاجه، يعمل لها بس شويه سكرين شوتس وكلام كده واللعبه ديت مش عارف ايه وصوره وبتاع وحطها على الاي شوب وهيكسب غالبا، لان فعلا النينتندو اي شوب مليان ناس. انت بتتكلم الجهاز دوت يمتلكه 90 مليون بني ادم وهيزيدوا، فاي حاجه يعملها هو مش فارق معاه هيكسب فلوس. فالعاب الشوفل وير ديت ايه مشكلتها؟ يعني ماشي ما هي العاب موجوده يا عم متنفض لها، لا المشكله انها بتزود من عدد الالعاب اللي موجوده في المكتبه، فبالتالي الالعاب الجيده ما بتبانش. وديت انا قلت لكم شويه هكلمكم عن القوائم، بيعملوا بقى حركه سخيفه جدا بتوع الشوفل وير ده، يقوم عامل لك ايه؟ يقوم عامل لك ديسكاونت على اللعبه، والله هتلاقي العاب بربع دولار بنص دولار، انا جبت لعبه ب 10 سنت قبل كده 10 سنت وهي لعبه فعلا ما تستاهلش ال 10 سنت، وشفنا لعبه القطه ياها ديت، حط اللينك بتاع الفيديو دوت في الديسكريبشن، كانت بدولار لعبه زي الخرا، بس غالبا اللي عملها كسب فلوس. الفكره بقى لما يقوم عامل ديسكاونت الناس تشتري، فيبتدي يبان في القوائم فيغلوش على الالعاب الكويسه، فديت طبعا مشكله. والحد كده يعني ممكن نقول ماشي. دلوقتي بقى نتكلم عن الفضيحه. شوفوا يا سادة، في لعبة جامدة جدا، لا لعبة خالص، اسمها ميتال كوماندو. ميتال كوماندو تحس ان هم يعني ايه سارقين شوية كده ستايل فكرة كده من ميتال سلاج، لكن طبعا يعني مش بضفرة حتى ميتال سلاج، ولعبة مش عارف ب 4 دولار بحاجة كده، المهم اتفرجوا عليها.
يعني لعبة ما تستحقش حتى انك تنزلها على موبايلك ببلاش. يعني والله العظيم سنيك بتاع النوكيا 3310 احسن منها بجد، والله ما ببالغ، يعني ايه القرف ده. المهم عادي، لعبة وحشة ما تشتريهاش، مالك عامل لنا حوار ليه؟ طيب تعالوا بقى شوفوا اللعبة ديت اللي المفروض هتنزل تقريبا كمان كام يوم، اسمها تايتن بلاك اوبس. واخدين بالكم من حاجة؟ واخدين بالكم انها تقريبا هي مش تقريبا، دي هي ماتل كوماندو. يعني بص لو انا قعدت اقلب لك دي مكان دي، قول لي بقى انه واحده ماتل كوماندو وانه واحده تايتن بلاك اوبس. الاثنين نفس اللعبه بالملي، باسامي مختلفه، والناشر بتاع كل لعبه مختلف. يعني المطور اللي عمل اللعبه ديت اداها لناشر واداها لناشر تاني، وهم تعاملوا مع نينتندو، ونينتندو عادي يعني قشطه خلاص تعالى يا معلم ماريو بيحبك هات اوكي، ونزلوا اللعبتين على الستور. نفس اللعبه نازله باسمين مختلفين، فرق اسبوع واحد ما بينهم، والناس ممكن تشتري عادي. الحقيقه المشكله ديت مش جديده، يعني في كذا لعبه كانت بهذا الشكل، لكن يبقى في فرق اسبوع الصراحه دوت فجر يعني. وابتديت يعني احس ان نينتندو دي مش بس محتاجة تغير خدمة الاونلاين، دي محتاجة تنسفها تماما، ويخشوا كمان على الهيكل بتاعهم. يعني يمكن هم قاصدين، يمكن هم بص هو عاوز من الاخر كده نينتندو او غيرها كلاب فلوس، هم عاوزين يكسبوا. لكن برضو في اصول لعمال البيزنس، يعني مش معقولة نفس المنتج تعمل له اسم مختلف وتنزله. ايه التهريج ده؟ ايه التهريج ده؟ فالحقيقة دوت بيعكس حاجة خطيرة جدا بالذات على المنصات بتاعت نينتندو، لان احنا شفنا المهزله ديت قبل كده على الوي. الوي كان نجاح كبير، العاب زي الزفت بتنزل عليه بالهبل. بس المشكله دلوقتي ان ناس كتيره بتخش تجيب الالعاب اونلاين، بتحتاج انك انت تبقى عندك طريقه انك انت تبص على الالعاب وتدور وتشوف وبتاع، دوت مش متاح. اظن ان حان الوقت ان نينتندو تبتدي تهتم بخدمات الاونلاين بتاعتها، لان الموضوع بقى سيء، يعني حتى للمستهلك بقى سيء. انا في العاب كتيره جدا رائعه ما سمعتش عنها. يعني بصوا انا بعمل فيديوهات اللي هو افضل 5 العاب لم تسمع عنها على النينتندو سويتش. اكتر حاجه بتعجبني في ان انا لما بعمل الفيديوهات ديت تعليقات الناس، لان هم كمان بيقولوا لي على العاب ما سمعتش عنها. المصيبه ان ما فيش طريقه ان انا كنت هوصل للالعاب ديت من خلال الستور. يعني حتى لو انا بقول له انا بحب العاب الاندي، هلاقي كميه خرا سوري يعني خرا مدود كمان، وعمري ما هلاقي حاجه ذات قيمه الا بالحظ، حصلت كذا مره. لكن غير كده بتلاقي ايه؟ العاب بولينج ملهاش لازمه، العاب صيد سمك مش عارف ايه، ربي حصانك، العب في بلبلك، حاجات غريبه كده، بتلاقي العاب غريبه. طيب مين بينظم ده؟ يعني خلاص انتوا عاوزين فاتحين هاتيكيه مش مشكله، اعمل لي حتى نظام يعني بحيث ان انا السيستم يفهمني، يقول لك والله انت بتحب لعبه زي جواكاميلي مثلا اجيب لك حاجه زيها، بتحب هولو نايت اجيب لك حاجه زيها، بتحب تعوز في الخرا خد يا عم ادي الخرا اهو العب لعبه القطه. طيب انتوا عارفين ان انا خدت مقلب في لعبه القطه، قولوا لي بقى في التعليقات انهو مقلب كبير اخدتوه من الاي شوب وانتوا داخلين تشتروا لعبه عمياني. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم يا ريت تعملوا عليه لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناه يا ريت تعملوا سبسكرايب علشان تتابعوا محتوى القناه اول باول، ونشوفكم على خير الفيديو الجاي اللي هيكون قريب جدا جدا جدا.